بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليم التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين الصفحة 87 من كتاب الواضح في النشاط العلمي المستوى الثالث ابتدائي. مشروع التكنولوجي، كيف أصنع مجسما للمجموعة الشمسية؟ Comment je fabrique une maquette du système solaire? الهدف التعلمي، أصنع مجسما للمجموعة الشمسية. Je fabrique une maquette du système solaire. انطلق، ألاحظ الرسمة وأضع خطة لصنع مجسم للمجموعة الشمسية. إذن هذه هي المجموعة الشمسية، إذن هناك الشمس وهناك المجموعة الشمسية. إذن كيف يمكن أن أصنع مجسما للمجموعة الشمسية؟ إذن هذا هو السؤال، كيف أصنع مجسما للمجموعة الشمسية؟ أفترض يعني سوف نحتاج يعني عجين مطاوع، نحتاج يعني قطعة من البوليستيرين، ونحتاج 9 أسياخ من الخشب. إذن سوف نصنع كرات من العجين ونثبت هذه الكرات على هذه الأسياخ، ثم نغرزها في هذه القطعة، قطعة من البوليستيرين يعني الفرشي. أفترض إذن عجين إذن أسياخ من الخشب، ثم قطعة من البوليستيرين. أختبر، أحتاج إلى قطعة من البوليستيرين، 9 أسياخ من الخشب، عجين مطاوع بألوان مختلفة. إذن أنجز. أصنع كرات من العجين المطاوع بأحجام وألوان مختلفة تتناسب مع الرسم التالي. إذن الشمس يعني هو الكوكب الأكبر، ثم يعني نصنع كرات بأحجام مختلفة وألوان مختلفة تتناسب مع هذا الرسم. أثبت الكرات على الأسياخ الخشبية، أغرز الأسياخ في قطعة البوليستيرين، ألصق بطاقات تحمل أسماء الكواكب على قطعة البوليستيرين. إذن يعني في الإنجاز سوف يعني نصنع كرات من العجين المطاوع يعني بألوان وأحجام مختلفة تتناسب مع هذا الرسم، ثم نثبت الكرات على الأسياخ الخشبية، نغرز الأسياخ في قطعة من البوليستيرين، ثم نلصق بطاقات تحمل أسماء الكواكب على قطعة البوليستيرين، يعني بداية من يعني الشمس، ثم عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. أستخلص، أملأ الفراغات بما يلي:
مختلفة الكواكب الشمس مجسم الشمسية، إذا لصنع للمجموعة يمكن استعمال كرات من العجين المطاوع بأحجام تمثل وكرة كبيرة تمثل، إذا لصنع مجسم للمجموعة الشمسية يمكن استعمال كرات من العجين المطاوع بأحجام مختلفة. تمثل الكواكب وكرة كبيرة تمثل الشمس. لصنع مجسم للمجموعة الشمسية يمكن استعمال كرات من العجين المطاوع بأحجام مختلفة تمثل الكواكب وكرة كبيرة تمثل الشمس. أغني معجمي مجسم ماكيت ماكيت مجموعة شمسية سيستام سولير سيستام سولير. استثمر Je complète le tableau en utilisant ma maquette A et le document B. إذن la maquette A, le document B. إذن 1 واحد هو كوكب عطارد ميركور. دو يعني الزهرة فينيس. تخوا تيغ. كاتخ المريخ مارس. سانك جيبيتر المشتري. سيس زحل ساتيرن. سات أورانوس إي أنيس. ويت نبتون نبتين. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.